أهلا بكم مشاهدينا الكرام وإليكم موجز الأخبار. أصدر محافظ صلاح الدين بدر الفحال توجيها إلى الدوائر الحكومية بزيادة كميات زيت الغاز المجهز للمولدات الكهربائية وزيادة حصة زيت الغاز المخصص للمولدات إلى 40 لترا لكل كيلو واط بزيادة قدرها 15 لتر عن الشهر الماضي. وافق مجلس الوزراء على تجهيز المولدات الأهلية بالغاز بمبلغ 200 دينارا للتر الواحد، مخولا الحكومة المحلية بوضع التسعيرة المناسبة للأمبير المجهز من المولدات الأهلية. أكدت رئاسة الجمهورية إطلاق سراح أكثر من 12,000 معتقل وموقوف ممن انتهت مدة محكومياتهم أو ألغيت من قبل محكمة التمييز في ضوء قرارات اللجنة الأمنية والقضائية المختصة التي شكلها الرئيس عبد اللطيف رشيد للنظر بشكاوى المعتقلين وعوائلهم. أكد عضو تحالف حسم محمد الفهداوي أن الصراع السني ما زال قائما ومحكوم بين تيارين السيادة وتقدم، وفيما بين أن الأخير بدأ يتراجع بسبب استمرار الانشقاقات داخل الحزب، وتوقع حدوث الانشقاق الأكبر خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان في حال تم تحديدها من قبل رئاسة المجلس. يحذر سياسيون وخبراء عسكريون من مخطط لجر العراق إلى حرب إقليمية من خلال تحشيد الفصائل لمواقفها في الدفاع عن حزب الله اللبناني أو استفزاز واشنطن باستهداف قواعدها في بعض محافظات البلاد، ما يضع نتائج زيارة السوداني إلى واشنطن على صفيح تسخين بالتوقيت الخاطئ. أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عودة حوالي 400 نازح يسكنون خارج مخيمات دهوك إلى مناطقهم الأصلية في سنجار ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشيا مع البرنامج الحكومي. أخيرا، حيث أقرت الحكومة الاتحادية تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة ماس القابضة لتجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بشكل خاص وللمنظومة الوطنية بشكل عام، إلى جانب التعاقد مع شركة كار لتجهيز الطاقة الكهربائية من الجمهورية التركية وفقا للمعادلة السعرية المخفضة ولمدة 3 أشهر خلال فصل الصيف. الموجز انتهى، نلقاكم على رأس الساعة. إلى الملتقى.